تتواصل الأعمال بمشروع إرادة الحياة الخامسة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في جانب الرصافة في بغداد وفق ما هو مخطط لها، حيث استنفرت ملاكات قسم الصيانة الهندسية جهودها لإنجاز المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة وإدخاله الخدمة الصحية، متحدية الظروف الصعبة في زمن الوباء بالعمل ضمن إحدى مستشفيات الحجر في العاصمة. بعد ما شفنا الحالات تتزايد في العراق حقيقة خاطبنا وزارة الصحة بأنه نحن على استعداد أنه نبني في بغداد الحبيبة مستشفى خاصة لهذا المرض شاف الله الجميع. فسبحان الله أنه بمجرد اتصال بالوزير حقيقة كان مبادر الأول هو حاليا أكثر من 25% من إنجاز المشروع المعد إلى أنه إن شاء الله في الشهر نهاية الشهر السابع أو الشهر الثامن بدايته سينجز المشروع بإذن تعالى. متوفرة كل الخدمات به، البنى التحتية والمنظومات الكهربائية والتبريد وغيرها كلها متكاملة. حقيقة هي مثل ما عرفنا من خلال العتبة العباسية كانت لها عدة مبادرات في بعض المحافظات، واليوم هي في محافظة بغداد في جانب الرصافة في مستشفى ابن القف. هذه المبادرة نحن نحتاجها حقيقة لتجاوز هذه الأزمة. المبادرة هذه مبادرة يعني حقيقة نقف لها إجلالا من العتبة العباسية، لأنه كانت هي شريك الكوادر الطبية لغرض تجاوز هذه الجائحة. بعدما أكملت المراحل الأولية بتهيئة الأرض وصب الأسس في الجزء الأول من المشروع، شرعت الملكات الهندسية والفنية في قسم الصيانة بتنفيذ المرحلة الثانية بتثبيت القطع الحديدية، وما تزال الأعمال مستمرة وفق المخططات المطلوبة من قبل الجهة المستفيدة. باشرت ملاكات قسم الصيانة الهندسية في العتبة العباسية المقدسة بالشروع بالعمل لإنشاء ردهة مصابين جائحة كورونا لإسناد الواقع الطبي الموجود في قاطع الرصافة بواقع 120 ردهة منفصلة عبارة عن سويت متكامل خدمات، إضافة ل 20 أو 15 غرفة للخدمات الثانوية اللي هي غرف التعفير، غرف الأطباء والاستراحات، الاستعلامات، الإداريات نقدر نقول عليها. بادرة إنسانية أخرى تضيفها العتبة العباسية المقدسة لخدمة المواطنين من خلال مساهمتها في إنعاش القطاع الصحي في عدد من المحافظات العراقية لا سيما في العاصمة بغداد ببناء ردهات الحياة لزيادة الساحة السريرية واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بوباء كورونا.